السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. تعوز تسمعوا شي غاسي بريا؟ قل إن كانت لكم الدار الآخرة لكم الدار الآخرة عند الله عند الله خالصة من دون الناس صاد پور کرے خالصة من دون الناس قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس تین دفعہ پڑھی فتمنوا الموت إن كنتم صادقين فتمنوا الموت إن كنتم صادقين فتمنوا الموت إن كنتم صادقين پڑھیے تین دفعہ قل ان کانت سے پڑھیے Thank you.
دوباره. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. تین مرتبہ. والله عليم بالظالمين. بالظالمين. تین مرتبہ. ظا پڑھیے، ظا ظا نہیں ہے. بالظالمین. ولن یتمنوه سے پڑھیے. دوبارہ پڑھیے. قل إن كانت سبريا. ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا. ٹھیک ہے، جس طرح وا نرم پڑا تھا نا وا، اسی طرح ذال. ومن الذين پڑھیے. ومن الذين سے دوبارہ.
ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا تين مرتبة يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر يود أحدهم لو يعمر ألف سنة يود أحدهم لو يعمر ألف سنة يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر 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 یہ ودو سے پڑھیے وقف کیجئے گا سنہ پہ اور یعمر تک پھر آگے اور اس کے بعد تین دفعہ اسی طرح پڑھیے والله بصير بما يعملون والله بصير بما يعملون
والله بصير بما يعملون. والله بصير بما يعملون. تين مرتبة. والله بصير بما يعملون. والله بصير بما يعملون. والله بصير بما يعملون. ولتجدنهم قل من كان عدواً لجبريل عدواً لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقاً لما بين يديه وهدىً وبشرى للمؤمنين. قل من كان عدواً لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقاً لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك. قل من كان عدواً لجبريل فإنه نزله على قلبك. قلبك بوقف كريم. قل سبري. وقف كيسے کریں گے؟ قل بک. ٹھیک ہے، پڑھیے قل بک. دو دفعہ اور پڑھیے. فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه. فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه. فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه. فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا
تین مرتبہ. مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. مصدقا لما تین دفعہ پڑھی. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال عدو للكافرين من كان عدوا لله وملائكته ورسله ورسله پڑھیے تین دفعہ. دوبارہ سے پڑھیں. من نون پہ اخفا ہے, پڑھیے. دوبارہ. ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين تین دفعہ پڑھیے. ورسله وجبريل وميكال فإن الله
من كان سے پڑھیے. ٹھیک ہے, پوری آیت تین دفعہ شروع کریں. اعوذ باللہ بسم اللہ سے پڑھیے. اگلی آیت. قل ان كانت سے پڑھی. اگلی آیت. قل إن كانت. قل إن كانت لكم الدار.
والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة أجليات. قلبك وقف کر لیں. قل سے پڑھیے دوبارہ. دیکھیں آپ پہلے وقف کر لیں نا قلبک پہ, فإنہ سے شروع کر لیں, پھر بین یدی پہ وقف کر کے مصدقا سے شروع کر لیں. ٹھیک ہے, پڑھیے قل سے. دوبارہ. اگلی آیت پڑھو. ورسولی پہ وقف کریں, ورسولی ہی سے ابتدا کریں. پڑھیے من کانا. دوبارہ. ٹھیک ہے, آپ لوگ نشان نہیں لگاتے ہیں جب وقف کے, لگایا کریں. ٹھیک ہے, جب مل کے پڑھنا ہوتا ہے پھر اس طرح دقت ہوتی ہے. قل ان کانت شروع سے پڑھیے, پڑھیے شروع کریں.
ٹھیک ہے شاباش. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.